السلام عليكم اخوتي، معكم ايوب خلفاوي في انو في فيديو. اليوم ان شاء الله غنهضر على واحد الموضوع اللي كل شيء خاص يعرفه وكل شيء باغي يعرفه، واللي هو لي سبونسور في المغرب. يلا خليكم معي، ما تنساوش قبل ما يبدا الفيديو لايك، تابوناو في لاشين، فعلوا جرس باش يوصلكم الفيديو. المهم الاخوان، نبداو على الموضوع ديال لي سبونسور في المغرب. كيفاش تلقى سبونسور؟ هذا هو السؤال اللي داخلين عليه بزاف الناس يشوفوا هذا الفيديو. كيفاش تلقى سبونسور؟ سبونسور عندك جوج ديال الحويجات، يا اما غتكون داير البوز في المجال ديالك انت، ولا غتكون معروف في لاكارير ديالك، داير واحد لاكارير زوينه، مثلا بطل، داير مثلا دي تيتر، داير دي شامبيون الى غير ذلك، ولا داير البوز مشهور عارفينك الناس، ماشي فطر يكونوا عارفينك بزاف ديال الناس. المهم واحد النسبه اللي هي دايزه، مثلا 10000، عندك 10000 اللي سبسكرايب مثلا في شين يوتيوب، ولا 10000 سبسكرايب في الانستغرام ولا فيسبوك. المهم لي ريزو سوسيو كيلعبوا دور كبير الى بغيتي تلقى سبونسور. انا كنعاود لكم على التجربه الشخصيه، ماشي كنعاود لكم على هضره سامعها. الحاجه الثانيه هي فيها شويه صعوبات، وليني المهم هذه حتى هي من جهه تقدر تدبر عليها على سبونسور في المغرب ولا في العالم العربي او في الوطن العربي. هو كتكون دير واحد لاكاري زوينه، كتكون مثلا مشارك في عده بطولات، وكتكون واخا ما واخدش مثلا لي بلاص الاولى، المهم كتكون مشارك في البطولات، كتشارك ديما، حاضر ديما، مهم كتمشي مثلا ديما، كتطلع في البوديوم ديما، راك في ستيج ديما، حاضر في البطولات الاقصائيات. هذا من جهه تقدر تدبر على سبونسر، ولكن اللي كتشد بزاف واللي كتقبط بزاف عندنا في المغرب او في الوطن العربي اللي هي في السوشيال ميديا. يكون عندك السوشيال ميديا محرك، كو ساسوا يوتيوب، ماشي ضروري تكون كدير لي فلوغ، ماشي ضروري تكون فلوغر. هذه واحد النقطة خاص تكون تعرفوها، ماشي ضروري تكون فلوغر، تكون عندك ناس كيتبعوك مثلا في انستغرام او تويتر او فيسبوك، وديما كتلوح الجديد، مثلا دي فوتو دي فيديو صغار، ماشي بالضروري تكون فلوغر. الناحية واحدة اخرى تكون فلوغر في يوتيوب، يكون عندك ناس كيتبعوك في يوتيوب، وهذه حتى هي سهلة من جهة اي واحد ممكن يبدا يدير لي فلوغ ويعرفوا الناس في اليوتيوب. الحاجه الثالثه واللي هي مثلا كتكون سبونسوريزي عند واحد الشركه، وعندهم شركات منافسين كيعرضوا عليك باش تجي، واخا انت ما كيعرفوكش الناس، المهم انت سبونسوريزي عند الشركه المنافس ديالها، خاصو ما تبقاش معاه، خاصك تولي معاه. هذا هو البلان. كاين دابا ثلاثه ديال الحويجات انتم عرفتوه. الحاجه دابا اللي غنوضحها ليها واللي هي باغي ندير هذا الفيديو هذا من الاول من الديبار، اللي هي لي سبونسور راه ديما كيشوفوا مصلحتهم فيك انت، ماشي انت كتشوف مصلحتك فيهم. انا غنهضر على الوطن العربي، على العرب وفي المغرب، قليل تلقى شي سبونسور ولا شبه منعدم تلقى سبونسور هو اللي غيبينك او هو غيصنعك. انت كتصنع راسك، الطيره ديال داك السنوات كتضرب تماره وتعب على راسك، حتى اللي كيجي هو كيلقاها بارده، كيعطيك الى عطاك يعطيك واحد لي زارتيكل ولا شي لعيبات ديالو، مثلا كوم دي سابليمنت، كيعطيك لي سابليمنت فابور ديالو هو، وغتبينهم نتايا، وبالتالي هو اللي رابح. ما غيعطيك لا دي بريم، ما غيعطيك لا سالير لا كونطرا لا شي حاجه، راه ما كاينش سبونسور في المغرب بالكونطرا. اي باش نتفقوا، داكشي راه كاين عشوائي غير غادي على الله، راه فوق ما بغى يلوح كيلوحك، وفوق ما بغى يجي عندك. وبالنسبه لي سبونسور ديال الحوايج راكم عارفين، حتى هو كيعطيك واحد اللبسات كتلبسهم، هذا ما كان يعني ما تربحش شي حاجه من زعما من عنده، ولا زعما راه صافي وليتي سبونسوريزي، صافي راك وصلتي، ولا راك صافي صافي راه الدنيا ولات زوينه، كلشي ولا واعر، وغتعيش حياه رفاهيه، وما غدير حتى شي حاجه في حياتك، كتولي غير سبونسور هو اللي كيدير كلشي. راه ما كاينش هاد القضيه هادي، وراه في الدول المتقدمه ما كاينش هاد القضيه هي. باش نكونوا راه الا ما حفرتيش عليها انت، راه ما غايجيش سبونسور يعطيها لك. والسبونسور قبل ما يجي عندك راه عارف بلي مصلحته فيك، وعارف بلي انت مخرجو، راه ماشي هما حبا فيك انت، ولا راه عجبتيهم، ولا راك انت بنتي ظريف، ولا الناس كيبغيوك، راه غير سبونسوريزيك باش تزيد القدام. لا، وغالبا لي سبونسور كيطيحوا الواحد. علاش كيطيحوا الواحد؟ كيخيبوا له السمعه ديالو مع البيبليك ديالو. مثلا كيكونوا مثلا منتوجات دي برودوي اللي هما خايبين،
وكتزينهم نتايا، وبالتالي الناس كيشوفوك انت ما كيشوفوش الشركه، كيشوفوك انت حيت انت اللي وصلتيهم لذاك الشريك. الحاجه اللي كنفضلها انا وغنصحكم نصيحه لوجه الله الدراري، سير دبا على راسك، شوف مين جيب الفلوس، وسير انت شري المنتوجات لراسك، ما تسناش سبونسور هو اللي يجي عندك. حيت الا بقيتي كتسنى سبونسور يجي عندك، عمرك غدير شي حاجه، وعمرك غتوصل للفورما اللي بغيتي، وعمرك غيبغيوك الناس في السوشيال ميديا. نتايا طمح لذاك الشيء انت اللي باغي توصل له براسك انت، عاد وراه غيتكبوا عليك السبونسور. انا اللي كنهضر معاكم دوزت ثلاثه ديال السبونسور، ماشي اول مره ولا هذا هو البلان. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنساوش الدراري لايك سبسكرايب داك الشيء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ومازال جديد ان شاء الله. تهلا.